الدوستيرون. نشرح هيجي باختصار سريع. الالدوستيرون سهل، كلش سهل، تمام. الالدوستيرون مرتبطة بشنو دائما؟ نعرف نقول الالدوستيرون رأسا شنو؟ ضغط ضغط الدم، هذا بريشر. فالالدوستيرون راح نلمز له اي ال دي، هاي اختصار، تمام. الاي ال دي لما يصير شنو؟ انخفاض بمن؟ بلاد بريشر. لما يصير انخفاض ضغط الدم وين راح يصير تاثير؟ على من؟ على ياض الدم، على الادرينالين جلاند. يعني الشغل وين كله دا يصير؟ انسايد وين؟ بالكدني. الشغل مالتنا كله بالكدني، تمام. الادرينال راح تفرز لنا منه طبعا بعدة خطوات وعمليات لمساعدة الرنين، الرنين انجيوتنسي سيستم، سلامة الله، الانتي دايركتيك هرمون، اضافة الى عوامل اخرى. هاي كلها راح تأثر لي على الكلية حتى تفرز منه الادرينال، بالتحديد تفرز لي الاي ال دي. الاي ال دي عنده فشلة رئيسية، شو يسوي؟ صوديوم هكذا. هذا الضغط عندي منخفض، ليش انفرز الالدوستيرون؟ حتى يرفع الضغط، حتى يرجع الى وضعه الطبيعي. اذا وظيفة الالدوستيرون شنو؟ يسوي ريتينشن، ريتين الصوديوم والوتر، ويسوي بنفس الوقت اكسكريشن المن للبوتاسيوم. ليش؟ لان البوتاسيوم يخفض الضغط، وانا اصلا عندي الضغط منخفض، فاريد اتخلص من عنده فاطلع اكسكريت بوتاسيوم اوتسايد بودي عن طريق اليورين. هاي شنو هاي العمليه راح تؤدي الى شنو؟ الى انه ضغطي يرجع طبيعي، ضغط الدم، تمام. هاي وظيفه الالدوستيرون الاساسيه. اذا تكتبوا لي بس هاي الوظيفه بالامتحان اذا اجت كافي، ما يحتاج هاي الوظائف كل مليون ذاكرتها قبل الزمن. نعم نعم. الالدوستيرون ممكن انه اني اسوي تحليل بالبلاط، او ممكن انه اني اسوي التحليل عن طريق اليورين، يورين سامبل. الفانكشن هذا السلايد رقم 3، فانكشن اوف الالدوستيرون، قلنا ممكن نختصرها بهاي الوظيفه الاساسيه له، هي احتجاز او الحفاظ على كميه الصوديوم والماء داخل الجسم، يعني يسوي ريابسوربشن واكسكريش بوتاسيوم لمساعده منو عندنا؟ الرنين، الرنين انجيوتونسين سيستم، تعرفون، تمام. اضافه الى الاي دي اتش، تعرفون الاي دي اتش ماخذين؟ اللي يساعد لي على اعاده امتصاص الصوديوم واعادته الى الجسم، يسوي ريتنشن للصوديوم. الووتر اند صوديوم كميات اقل، تمام. الرنين انجيوتونسين سيستم هنا ايضا ذكرت لكم اياها. هسه الالدوستيرون فانكشن اذا تشوفون بالمحاضره يمكن اربع وظائف انا موجهتكم، اذا اقتصرنا بهاي الوظيفه كلش كافي، لان هي هاي شغلتها الاساسيه هو اعاده ضغط الدم الى وضعه الطبيعي عن طريق احتجاز الماء والصوديوم، وعن طريق الاكسكريشن اوف بوتاسيوم اوتسايد اوف ذا بودي. عندنا الرنين انجيوتونسين سيستم هو اللي سيطر لي على افراز الالدوستيرون. الرنين هو انزيم يصنع ويخزن بالكيدنيز. الهرمون الثاني اللي يسيطر لي على الالدوستيرون، هسه اول هرمون يسيطر لي على افراز الالدوستيرون هو من هو؟ الرنين. هذه مهمات نحفظها، الرنين. الثاني من هو؟ الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون اي سي تي اتش، تمام. هذا اني قريت المهمات. البوتاسيوم كذلك يسيطر لي عليه، كميه البوتاسيوم، كميه الصوديوم. هسه اذا عندنا عده اسباب، عندنا عده اسباب او عده هرمونات او عده اشياء تسيطر لي الالدوستيرون، اي ال دي سكريشن از ديترمايند باي منو؟ عندنا اول شيء الرنين. اكو رنين اخر موجود باجسامنا وين؟ بالنسبه مالته يختلف من هذا، بس للفظ نفسه الجي اي تي، الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون. بعد منو؟ الصوديوم والبوتاسيوم. ومنو بعد؟ اخو بعد؟ لا هذا هو، تمام.
البوتاسيوم والصوديوم اذا ارتفعت المستويات من البوتاسيوم راح يصير صراحه زين اختارت. طبعا هذا الالدوستيرون بالقمة مالته يكون فترة الصباح، اغلب الهرمونات فترة الصبح تكون كلش عالية تمام، فترة الراحة. فترة الظهر وورا الهرمونات تبدي مستواها يقل ينخفض، يعني ما تكون كلش اكتف. عندنا تيست بريبريشن او نسميها البريكشن شو تحبون تسموها، التحليلات قبل اجراء الاختبار. طبعا قبل اجراء تحليل الالدوستيرون اني التحليل مالتي متعلق بضغط الدم، متعلق بالملح، اذا لازم اسوي ريستريكتد دايت، حميه غذائيه مسيطر عليها منظمه، الملح يكون بيها قليل، يعني باليوم الواحد 3 جرامات لمده اسبوعين الى 3 قبل اجراء الاختبار. ليش؟ لانه اذا تناولت صوديوم كميات عالية راح يرتفع عندي ضغط الدم، وأنا إذا أريد أقيس نسبة الألدوستيرون اللي هو أصلاً وظيفته احتجاز منه الصوديوم. عندي عدة أدوية كذلك ترفع لي الضغط أو تخفضه، هاي كلها لازم أني أوقفها قبل إجراء الاختبار على الأقل 3 إلى 5 أيام، اللي هي أدوية الضغط، أدوية القلب، أدوية الأنتي أسيد والألسر ميديسين، الدايوبتكس إلى آخره. إذا كان الشخص ياخذ سلاين سوليوشن، سلاين عن طريق الاي في، كذلك هذول اسوي لهم تشيك للالدوستيرون لانه ممكن تكون ارتفعت النسبة بحالة الحمل، بحالة الدايت اللي مرتفع الصوديوم او منخفض، او مرتفع البوتاسيوم او منخفض. الستريس، العوامل المجهدة، هاي كلها تأثر لي على نتيجة التحليل. افويد ايتينج الليكورايز، تعرفون شنو الليكورايز؟ هذا حاطة لكم صورته بالمحاضرة، شايفين؟ إذا شفتوا المحاضرة نبات، نبات. شنو هذا اللي كورايز؟ سامعين بيه؟ شايفين؟ سامعين بيه؟ تعرفوه؟ عرق السوس. هذا عرق السوس، حطيت لكم صورته هيك يعني جمالية للسلايد، خاف مو كله دم وهاي السوالف، شوية نخلي نباتات زينة. Why the test is done؟ ليش أنا دا أسوي الاختبار؟ يعني الإنديكيشنز مالتي. طبعا اذا كان عندي اختلال بنسبه السوائل بالجسم، بالصوديوم بالبوتاسيوم، هاي اللي تاثر لي على ضغط الدم. اذا كان عندي مشاكل بالضغط نفسه، ضغطي دائما مرتفع، ضغطي دائما اكو اشخاص دائما ضغطهم منخفض مو مرتفع. اكو ذول اللي شايفين لما يقومون ويوقعون دائما الضغط مالتهم ينخفض، ذول دا اشوف شنو الاسباب. اذا كانت عندي تيومر او نوديولز او سوالف على الادرينال، اذا كان عندي مشاكل بالكليه كذلك اسوي تحليل الالدوستيرون حتى اشوف نسبه التصريف ونسبه الافراز. هنا هاي النوتات الاثنين اللي ذاكريها حكيناها احنا، انه الالدوستيرون هو هرمون، هاي نعيدها، ينفرز منين؟ من الادرينال، وظيفته يحافظ لي على نسبه المي والملح بالجسم وينظم لي ضغط الدم. ويا تحليل الالدوستيرون لازم اكو تحاليل اخرى حتى اتاكد لي هل الحكي مالتي صحيح؟ الدايجنوز صح او لا؟ مو بس اعتمد على الالدوستيرون واقول له هذا هو، روح انت عندك خلل بالالدوستيرون، عندك خلل بالادرينال. لازم اكو تحاليل اخرى اسويها وياه، من ضمنها تحليل منو؟ الرنين. رنين تيست، اكو تحليل رنين تيست، واكو منو بعد؟ صوديوم والبوتاسيوم تيست. الاي دي اتش. ادرينو كورتيكوتروفس هرمون. الكيدني فانكشن، اليوريا والكرياتينين، هذول كلهم ممكن اسوي سي تي سكان حتى اشوف اذا عندك تيومر او لا. تمام، هاي كلها تعزز لي التشخيص مالتي وتعطيني نتيجه دقيقه للشغل مالتي وانه تشخيصي وعلاجي صحيح. عندكم هنا انا معطيتكم مخطط ايضا لي وظائف او ليش استخدم التحليل. الاب نورمال ريزلت بالنسبه للهاي الدوستيرون وبالنسبه لللور الدوستيرون. بالهاي اخذوا لي نقطتين بس، ما اريد كل النقاط، هنا 4، اخذوا 2 سببين تؤدي الى ارتفاع الالدوستيرون، من ضمنها البارتر سيندروم، اذا الادرينال تفرز لي تو ماتش الدوستيرون نتيجه قلنا تيومر عاده يكون بناين. أدوية الضغط أيضا ممكن، مينرال كورتيكويد، أنت أغونست نسميها أيضا تزيد لي نسبتها. تنتبهوا لي على فت فقرة أكو فتشينا مكتوب الفيري لو صوديوم دايت
وهنا بالفقرة الثانية الـ very high sodium diet. إذا كان عندي كمية الصوديوم بالدايت قليلة إيش راح يصير؟ الألدوستيرون يزيد. علاقة عكسية، إذا الصوديوم يكون هواية ما بالدايت، وإذا الصوديوم يكون قليل بالدايت العلاقة شبيهة ويا الألدوستيرون علاقة عكسية، يعني هنا شنو؟ يقل بالأي أل دي وهنا يزيد الأي أل دي. تمام؟ مشاكل الأدرينال بصورة عامة من ضمنها الأديسون ديزيز أيضا تأثر لي على نسبة الأدرينال. بالنسبة للنورمال ريزلت أكو عدة عوامل تأثر عليها، من ضمنها الوضعيات المختلفة، كل وضعية ممكن يطلع لي نتيجة شكل. أهم شيء أني بهذا التحليل المريض يجيني يكون مرتاح تماما، نايم زين، مرتاح، ما مسترس، ما مجهد، هاي كلها تأثر لي على النتائج. بالنسبة لهاي الصورة الأخيرة اللي ذاكريها الألدوستيرون بلاد تيست النورمال رينج، وهنا باليورين لأنه ذكرنا أنه ممكن أنه أنا أجري الاختبار عن طريق اليورين، دول الاثنين ما أريدهم، دائما النورمال فاليو ما أريدها هنا لأنها مختلفة للتشيلدرن بالنسبة للتنس. إيه أنا ما أريدها. هذا بالنسبة للألدوستيرون. هسه الألدوستيرون شباب صوتكم، الألدوستيرون هيك سريع، الألدوستيرون شو وقت ينفرز؟ لما يصير عندي انخفاض بضغط الدم. تمام؟ منين ينفرز؟ ينفرز من الأدرينال جلاند. شنو وظيفته؟ يسوي لي ريتينشن للوتر اند صوديوم حتى شنو يعادل لي مستوى الضغط. اكو هرمونات او مجموعة انزيمات تأثر لي على الافراز مالته اللي هي الرنين، الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، نسبة الصوديوم والبوتاسيوم. تمام؟ الانتي دايرتيك هرمون، هذول كلهم يتحكمون في نسبة منه الالدوستيرون اللي وظيفته الاساسية ريجليتس بلاد بريشر. تمام؟ واضح الالدوستيرون؟ احد عنده بي مشكلة؟ ما بي فد شيء. لا بس سؤال. نعم. انت قلتي انه التحليل مال الالدوستيرون نحتاج انه تحليل اخر ويا حتى ناكد النتيجه. نحتاج كلها مثلا يعني اذا اخذت رنين والالدوستيرون مثلا مرات الرنين والالدوستيرون تكون كلش كافيه. بس اذا شكيت مثلا اذا طلع عندي تيومر لازم اضطر اني بحالات التيومر على العموم اضطر اسوي تحاليل اكثر من اللازم حتى اوصل للنتيجه المضبوطه قبل لا انطي المريض علاج لاين يمشي عليه. انه اي كومبليشن راح يعطيني نفس الفعاليه لو تختلف باختلاف يعني لا يصير ارتفاع اذا صاروا كلهم مثلا مرتفعين واستعين كنا بالسي تي سكان ممكن ياكد لي انه هو السبب من الالدوستيرون نفسه. نفس الفاستنج بلاد شوجر والاتش بي اي 1 سي ينطيني تعزيز بالتحليل. هسه راح نجي على الموضوع الثاني الالدوستيرون البرولاكتين عفوا اللي هو اسهل. البرولاكتين احنا دائما من نقول برولاكتين مرتبط بفد شيء بالنسبه لنا اللي هو اللاكتيشن ميلك برودكشن. تمام؟ هسه واضح؟ نمسح على العموم الاندوكراين هو كلش سهل، الاندوكراين اسهل من يعني الفصول الاولى، ما في فد شيء صعب. طبعا الجانب العملي ما مفعل عندنا تدرون. بالنسبه للهرمونات هو نفس البروسيجرات، كلها نفس البروسيجرات اللي اخذناها، مجرد رياجنات وعندنا سامبل وعندنا ستاندرد ونفعلهم ونخليهم هذا الجهاز يقرا لنا النتيجه وخلاص. بس الهرمونات شويه الكتات مالتها غاليه فما متوفره عندنا هنا. تمام؟ بالنسبه للبرولاكتين قلنا مرتبط بيما، البرولاكتين منين ينفرز؟ تمام. الهدف الاساسي من افراز او تكوين سكريشن البرولاكتين هو منه؟ وين التارجت اورجن مالته؟ البريست. عمليه اللاكتيشن تعرفون انتم كل الهرمونات هي تنفرز بمكان وتشتغل بمكان اخر. تمام؟ لا بالنسبه للبريست الهدف الاساسي ليش يروح للبريس عمليه اللاكتيشن، يعني الاهميه مالته تكون وين؟ فتره
بريجنانسي، فترة البريجنانسي نشوف يعني الفوليوم مالته يصير كلش عالي من 20 إلى 400 نانو جرام بير ديسيليتر. البرولاكتين نسميه لاكتوجينيك هرمون، هاي عرفناها. يسوي أيضا مو بس إنتاج الحليب، يسوي إنديوز للدكتال جروث ديفلوب لابر سيستم سينثيسيس أوف ميلك برودكشن. الوظيفة الأساسية إله هو شنو؟ إنيشيات أند مينتين ذا لاكتيشن، يكون لي ويحافظ لي على بقاء اللاكتيشن طول فترة الحمل وبعدين الرضاعة. حتى البلوغ الميل والفيميل تكون النسب عندهم متساوية، هو بعد البلوغ يلا يبدي يتفعل الشغل مالته. بالنسبة للميل، الميل عادة يكون 20 أقصى شيء هذا أحصل، هو من 0 إلى 20 نانو جرام بير ديسيليتر. بالنسبة للفيميل يكون أكثر شوية، من 0 إلى 25. بالنسبة للبريجننت هو من يكون أقصى شيء من 20 إلى 400. هذا هنا بدنا نحكي عليه، من بدنا نحكي على الأشخاص الطبيعيين اللي ما عندهم مشاكل، تمام. بس اكو بعض الأحيان لأن بريجننت وومن فيميل نان مرض أصلا ويصير عندها مشاكل بالبرولاكتين نتيجة عدة أسباب. الأستروجين يأثر لي على مستوى البرولاكتين، الأستروجين يسوي لي ارتفاع بالبرولاكتين، هاي مهمة. فقرة الهرمونات تأثر على هرمونات أخرى وتزيد أو تقلل الإنتاج، تمام. هذا المخطط هسه ذكرناه موجود أصلا عندكم بالمحاضرة، هذا مهم، هذا الدور الرئيسي للبرولاكتين، الشغل ما تجد يسوي. البرولاكتين سيكريشن is controlled by، هاي مهمة، قلنا هسه منو يزيد لي إنتاجه؟ الاستروجين. من اللي يسوي له انهبيشن اذا زاد، عن حده؟ الدوبامين. هسه من هو اللي يزيده؟ يزيد السكريشن الاستروجين والبرولاكتين. من هو الاستروجين؟ ومن يقلله؟ يسوي له انهبيشن، انهبت الدوبامين. هو شنو يصير يعني بالبدايه البرولاكتين يرتفع كلش، تمام. فيجي فد واحد يضربه على راسه يقول له اقعد راحه ارجع لمكانك حتى لا يؤذي الجسم، من هو الدوبامين. الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون ويا الستريس ايضا تزيد لي افراز البرولاكتين، تمام. هسه صارت مشتركه ويانا ويا الالدوستيرون. الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون اضافه الى الستريس، العوامل المجهدة هاي كلها تسبب زيادة الهرمونات على العموم. خلال فترة النوم during sleep البرولاكتين يزداد مرتين إلى 3 مرات ضعف. أكو هواي دراسات بهذا الموضوع، يعتقد أنه أكو علاقة يعني بينه وبين الميلاتونين يأثر عليه. وظائفه، أريد 3 وظائف، هي 7، خذوا 3. هنا الوظيفة الأساسية هي lactation induced ductal growth لبر الفيلر سيستم، إلى دور أيضا بالميتابوليزم fetal lung development إلى آخره. بالنسبة للسامبل سيرم عادي، ما أحتاج فاست بهذا التحليل. هاي نقطة رقم 3، take the blood sample after 3 to 4 hours of the wake from sleep because why؟ هذا اريده من عندكم نشاط يعني مالت الكورس الثاني، تجيبوا لي اياه بالبيت يعني. ليش يزيد 3 إلى 4 مرات عند الاستيقاظ من النوم؟ هو جواب يمكن حتى موجود بالمحاضرة بس هيك تمام؟ ابحثوا عن الاسباب. هاي نقطة كتبتكم وايد على استفهام بالمحاضرة. بالنسبة للنقاط الأخرى مو مهمة، نخزنها بأربعة سيليزية وممكن إنه العينة أحتفظ بها وقت كلش طويل وأسوي عليها التحليل أي وقت ماكو مشكلة. الإنديكيشنز أيضا أخذ 3، هواية بالإنديكيشنز. أهم شيء إحنا حتى نسوي إيفالويت للبيتيوتري جلاند حتى نشوف إذا تشتغل صح أو لا، إذا كان بها تيومر أو غيره. نشخص حالات البرولاكتينوما
حتى اسوي المونيتور للتريتمنت اللي انا اعطيه اذا كان عنده ارتفاع بالبرولاكتين. اكو اشخاص يصير عندهم صداع مزمن هذا وخلل بالفيجوال جوال بالستاربكس وما يعرفون شنو الاسباب. دول ممكن ايضا اسوي لهم تحليل برولاكتين، ممكن عندهم يكون تيومر فهو اللي يسبب لهم هاي الاعراض المزمنه بالنسبه للهدك بالنسبه للفيجوال بالستاربكس. يأثر لي كذلك يعني فحص الفيرتيليتي، ممكن اسوي البرولاكتين. عندي مجموعه تحذيرات شباب صوتكم، مجموعه تحذيرات قبل اجراء الاختبار بريكاشز. اول شيء يعني هاي مهمه لازم تقروها. اول شيء اخذ العينه مالت الصبح، تحاليل الهرمونات على العموم انا اشتغلها الصبح يعني من 8 للعشرة تقريبا، لانه الهرمونات تكون اعلى شيء تكون يعني تبكة مثاليه، يزداد خلال النوم ويزداد بساعات الصباح الاولى. من اجمع العينات حاله حال اي تحليل، ماكو لا ستريس لا مسوي اكسرسايز مجهد لا بروتين انجشن ياثر كذلك تزيد لي النسبه. هنا أنا in the case of borderline raised level هاي مهمة. Advise estimation 2 more times. إذا طلع عندي مثلا هو بالمئة العشرين، 20 وجوه طبعا 20 وأقل، يعني إذا 15 طبيعي، يعني أنا من 0 إلى 20. إذا بالمئة مثلا على سبيل المثال طلع لي تحليل برولاكتين 19.5 نانو جرام بالماء، طلع لي هالقد، هاي الحالة شو اسوي؟ ما انطي المريض رأسا علاج واقول انت عندك مشكلة بالبرولاكتين، لا اروح اسوي مرة ومرتين وثلاث مرات، ارجع اعيده، ليش؟ لأنه ممكن عدة عوامل أثرت لي على التحليل ما اشتغل بصورة صحيحة، من ضمنها الستريس وغيرها. دائما من يطلع بالبورد لاين نسوي التحليل نعيده مرة ثانية يعني بأوقات مختلفة، يلا ننطي تشخيص دقيق، مثل حالات التيومر، احنا ما رأسا نقول للبيشنت انه انت عندك كانسر، لازم نروح ندز على تحاليل اخرى واجراءات يلا نعطي تشخيص دقيق. الحبوب اللي تستخدم بالبيرث كنترول، ادويه الضغط، هاي كلها تاثر لي على نتيجه التحاليل، لازم اني اوقفها قبل التحليل. بالنسبه للنورمال فاليو ما اريدها، تعرفون كل التحاليل هاي. ديكريز برولاكتين ليفل، شفت يصير ديكريز بالشيهان سندروم وبالبيوتري ديستركشن باي تيومرز. وعندنا الانكريز، شوف يصير انكريز. انكريز اخذوا لي هم ثلاثة من عندها، انكريز برولاكتين ليفل السي ان ان، اي ثلاثة تعجبكم، برولاكتينوما، بيتيوتري تيومر ديزيز، بوليسيستيك اوفريان سيست، كيدني ديزيز، هايبوثايرويديزم، بعض الادوية مثل الاستروجين وغيرها، هاي كلها تسبب لي الزيادة. بالنسبة لهذا البروسيجر ثابت ما اريده، لان كل شركة قلنا تذكر كيت مختلف وطريقة عمل مختلفة. هاي كل ما يتعلق بالبرولاكتين.